السلام عليكم. خرجت إلى السطح ما عرف بحكومة الانقلاب، والتي تضمنت تشكيلة عريضة في صنعاء التي تشتكي من شحة مادية في ظل إفلاس البنك حتى بعد طلب التبرع من مواطنين بلا رواتب. تشكيل حكومة من قبل الانقلاب، يقول مراقبون إنها نسفت ما تبقى من أفق لمحادثات السلام من المرجعيات الأساسية إلى جنيف والكويت، ووضعت البلد أمام مسارات مفتوحة أقربها المسار العسكري. ردود الفعل الشعبية إزاء هذه الخطوة التي تشكل الورقة السياسية الأخيرة ربما للانقلاب كانت حاضرة على شبكات التواصل الاجتماعي التي اشتعلت سخرية لاذعة بالغة النقد والتهكم. ردة الفعل الرسمية من قبل الرئاسة والحكومة الشرعية جاء من أكثر من جهة، فالرئيس هادي بكلمته قال: الانقلابيون أثبتوا بتشكيل حكومة ميتة موقفهم العملي من المشاورات وعدم جديتهم نحوها، وهو قول يعزز ما جاء في بيان سابق للرئاسة الذي أكد أن ما أقدم عليه الانقلابيون في صنعاء يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب، وأن هذه الخطوات لن تؤثر على تلاحم اليمنيين ضد الانقلاب. البيان أضاف أن كل من اشترك في الخطوات الانقلابية سيتم ملاحقتهم قانونيا. ودعا البيان رعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة إدانة هذه الخطوة، وأن الميليشيا تتحمل مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام. وزير الخارجية من جهته أكد أن حكومة تحالف الانقلاب مولود ميت ويكشف مدى استهتارها بالسلام والقرارات الأممية، وطلب المجتمع الدولي بإدانة تشكيل الحكومة. أطراف إقليمية ودولية ودبلوماسية استنكرت الخطوة التي أقدم عليها تحالف الانقلاب، وأشارت أنها تعيق التوصل إلى حل سياسي، كان أبرزها بيان مجلس التعاون الخليجي. إذن مشاهدينا الكرام، عن الآثار المترتبة على إعلان الانقلاب تشكيل حكومة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك أخت آسيا، ومساء مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسين. دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء نقاشنا. لكنه فكر يعني متخلف، فكر ليس له أي أساس. قفزا على كل هذه المرجعيات الدستورية والقانونية والدولية، شكل الانقلابيون ما أسموه حكومة مكونة من 42 حقيبة وزارية، مناصفة بين الحوثيين وحزب المخلوع صالح، خطوة طالما حذر منها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي عاد إلى المنطقة لبدء جولة جديدة من المفاوضات، ابتدأها بلقاء وفد الميليشيا في مسقط قبل أن يستعد للذهاب للمرة الأولى إلى مدينة عدن حيث يتواجد الرئيس هادي. الرئاسة اليمنية سيكون موقفها مختلفا عقب هذا الإعلان، حيث صرح البيان الرئاسي بالقول إن إعلان الميليشيا تشكيل حكومة يعد نسفا لكل جهود التسوية والسلام، كما حملت الانقلابيين تداعيات هذه الخطوة مهددة كل من يشارك في هذه الحكومة بالملاحقة القانونية كونها لا تستند إلى أي شرعية دستورية. بدأت المواقف الدولية والإقليمية بالنضوج، حيث أعلنت الخارجية البريطانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي استنكارها لتلك الخطوة واعتبارها تهدف لإرباك المشهد السياسي وعرقلة مسار السلام في اليمن. المبعوث الأممي حتى اللحظة لم يصدر عنه أي موقف، وإن كانت التوقعات تشير إلى أنه سيدين هذه الخطوة، كما أدان قبل أكثر من شهرين قرار تشكيل المجلس السياسي الذي أعلنه الانقلابيون ولم يحظى بأي اعتراف دولي أو إقليمي. مراقبون قالوا إن الانقلابيين يهدفون إلى خلط الأوراق السياسية وإرباك المشهد اليمني في الوقت الذي لن يخسر منها سوى الانقلابيين أنفسهم، كونهم يفرطون بآخر ورقة سياسية يمكن أن تكون بديلا للحل العسكري، بالإضافة إلى أنهم يثبتون للمجتمع الدولي حقيقة مزاعم طرف الشرعية أن الانقلابيين غير جادين في تحقيق أي عملية سلام. الشارع اليمني استقبل هذه الخطوة بالكثير من الاستياء والتعليقات الساخرة، وهو ما جعل هذه الحكومة في نظر الكثيرين مولودا ميتا لن يكتب له البقاء إلا كأحد وسائل الابتزاز وتعقيد الأزمة. عودة رئيس الحكومة إلى مدينة عدن
بعد أيام من عودة الرئيس هادي، تشير إلى أن الحكومة لم تعد لديها خيارات خارج الحل العسكري، إذ بات هذا الأخير النافذة الأكثر فاعلية في ظل انسداد كافة منافذ الحل السياسي، والذي صار بعد تصرفات الإنقلابيين ضربا من المستحيل. إذن مشاهدينا الكرام، ونحن نناقش الأثار المترتبة على إعلان انقلاب تشكيل حكومة، أيضا توالت مثل هذه ردود الفعل من قبل الأمم المتحدة عبر لسان المبعوث الأممي الذي قال إسماعيل ولد الشيخ بالطبع إن تشكيل ميليشيا الحوثي والمخلوع حكومة جديدة في صنعاء يشكل عقبة جديدة أمام مسار السلام في اليمن. وأضاف ولد الشيخ في بيان أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدمها وفد الميليشيا إلى الأمم المتحدة وإلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط. إذن أستاذ ياسين، لو نبدأ الحلقة من رد فعل الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي إسماعيل ولد الشيخ، كيف تقرأ قول ولد الشيخ؟ من الواضح أن صيغة البيان تحمل عبارات جديدة غير مألوفة في تعليقات المبعوث الأممي ولد الشيخ. هناك حدة في التعبير، وهذا يدل على أن ولد الشيخ مصدوم. وعندما يشعر ولد الشيخ بصدمة فهذا يعني أن الموقف الدولي إجمالا غير مرتاح لهذه الخطوة. والرجل كان في طريقه إلى عدن، وكان قد يعني أصدر تصريحات متفائلة عن إمكانية عقد كويت ثالثة قريبا، وكان يفترض أن يذهب إلى عدن ويناقش مع الرئيس عبد الرب منصور هادي. وكان بإعلانه أنه سيذهب إلى الكويت أو أن الطرفان سيذهبان إلى الكويت قبل أن يلتقي الرئيس هادي يرتكب خطأ آخر. هذا التفاؤل القائم على مبدأ أو على التشاور فقط مع الإنقلابيين لا شك أنه يقف وراء هذه المرارة التي نلحظها في بيان ولد الشيخ. هناك صدمة في بيان ولد الشيخ، هناك إحساس بالصدمة وإحساس بخيبة الأمل. اليوم نستطيع القول أن ولد الشيخ يشعر كما لم يشعر من قبل بأن مهمته قد فشلت إلى حد كبير. نعم. تماما. يعني عند النقطة التي يعني لو توقفنا عند هذه الكلمة أستاذ ياسين في البيان، يعني أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدمها وفد الميليشيا إلى الأمم المتحدة وزير الخارجية في لقائهم معه في مسقط، هذا على ماذا تدل هذه العبارة؟ هناك التزام من الحوثيين ووفد المخلوع صالح قدموه مكتوبا لوزير الخارجية الأمريكي، وهذا الالتزام كان يفترض أن تبنى عليه تصورات مستقبلية، وهو المضي في خط السلام وخط المشاورات. وهذه المشاورات كانت قد حددت أهدافها حددت سلفا، وهذه الأهداف صيغت لصالح الإنقلابيين وليس لصالح الحكومة، لأن الحكومة تم إقصائها تماما من المشهد السياسي وفقا لتصورات كيري. اليوم هذه التعهدات نسفت بتشكيل الحكومة وبذهاب الحوثيين في مسار مختلف. أعتقد الحوثيين والمخلوع صالح دخلوا في عزلة سياسية. العبارات التي صيغت بها أو صيغ بها بيان ولد الشيخ يدل على أن تحولا ما قد طرأ في ذهنية المؤثرين الدوليين ومن ضمنهم المبعوث الأممي إزاء الإنقلابيين. في الوقت الذي كانت النتيجة قد وصلت إلى أبعد مما كان يتصوره الإنقلابيون، يعني حل سياسي يستبعد الرئيس هادي ونائبه وحكومته، ثم يأتي بحكومة نصيب الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية الحالية فيها الثلث. ولهذا الحكومة الشرعية رفضت هذه الصيغة رفضا مطلقا، وكان وراء هذا الرفض طبعا وراء هذا الصيغة هذا التحولات التي نراه أو التي نراها في موقف الحكومة الشرعية، ومن ضمنها عودة الرئيس هادي إلى عدن وعودة رئيس الحكومة وقريبا عودة الرئيس، وربما سنرى يعني خلال الساعة القادمة أو الأيام القادمة تحولا كبيرا في المشهد الميداني على المستوى العسكري. اليوم أنا أعتقد أن التحول الذي طرأ في ذهنية المجتمع الدولي المعني بالأزمة اليمنية تحول يجب البناء عليه. هناك مزاج غاضب جدا من هذا القرار الذي تم اتخاذه في صنعاء. هناك حكومة غير منطقية غير واقعية، حكومة ضخمة جدا تضاف إلى الهياكل الفارغة التي سنناقشها تبعا أستاذ يعني، ولكن قبل ذلك يعني هل تجد أننا أمام مسار سياسي مسدود حسب بيان ولد الشيخ، أم أنه ما زال هناك أمل؟ يعني نعم، اليوم الإنقلابيين أنا في تقديري لن يتراجعوا عن خطوة تشكيل الحكومة. نعم. وهذه أنا يعني هي خطة إيرانية بالأساس،
يعني تم تطبيقها في العراق ويتم تطبيقها في سوريا منذ 5 سنوات، وتجاهل كل ما يريده المجتمع الدولي والتصرف ضد منطق المجتمع الدولي والرهان على إطالة الأزمة وعلى التغيرات والتبدلات في المزاج الدولي والمواقف الدولية حيال الأزمة اليمنية. هم يريدون إطالة أمد هذه الأزمة وإبقاء حالة عدم اليقين إزاء مستقبل التسوية السياسية في اليمن. يبقى المجتمع الدولي راهن على إمكانية الحل على المستوى السياسي، وفي الوقت ذاته يقوم بتعطيل التحركات العسكرية التي يقوم بها التحالف والجيش الوطني. وعندما تمضي الأمور بهذا الاتجاه الأزمة تطول، ثم تبدأ المواقف تتغير وتبدأ تخرج التصورات كالتي شهدناها مؤخرا على لسان وزير الخارجية الأمريكي كيري، الذي كلما طالت الأزمة، وإطالة الأزمة كما تابعنا خلال الفترة الماضية لم تكن عبثية، يعني كان هناك مواجهات عسكرية وكان هناك انتصار تحققه الحكومة، وهناك أراضي كثيرة تعود إلى الحكومة وأراضي كثيرة تفقدها السلطات الانقلابية، ومع ذلك وزير الخارجية الأمريكي خرج بتصورات للحل تعطي هؤلاء الانقلابيين مكافأة سياسية على مغامرتهم الانقلابية. لهذا هم يراهنون على إطالة الأزمة وسيتمسكون بمنطقة الحكومة، لكن أنا في تقديري أن هذا مهم جدا بالنسبة للسلطة الشرعية التي تبدو اليوم متحررة أكثر من أي وقت مضى من الضغوطات التي مورست عليها خلال الفترة الماضية، والتي كانت تجبرها على المضي قدما في خطة سلام تقصيها تماما وتخرجها من المشهد وتمكن خصومها الانقلابيين. هذا اليوم يعني هذا لم يعد ممكنا بعد التطورات السياسية التي شهدناها في صنعاء. نعم، بحديثك عن السلطة الشرعية دعنا يعني نأخذ معنا أيضا دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف عضو لجنة صياغة الدستور عبر الهاتف من عدن. مساء الخير دكتور أحمد، أهلا بك معنا دكتور. باعتبارك عضو الحوار وعضو أيضا لجنة الدستور، ما الذي تشكله هذه الخطوة التي أقدم عليها تحالف الانقلاب من خرق دستوري للعملية السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لسنا مستغربين على هذه الخطوة، لأنها تعتبر من خطوات الإفلاس التي يتقدم الانقلابيون نحو هذه الهاوية. المجلس السياسي لم يعترف به أحد على وجه البسيطة، ثم ولد هذا مجلس الوزراء أو الحكومة إن صح تسميتها بحكومة انقلابية من رحم المجلس السياسي الذي لم يعترف به، ولهذا باطل بني على باطل دستوريا وقانونيا، لأنه مبني على انقلاب. وبالتالي نحن لا نستغرب مثل هذه الخطوات كغيرها من الخطوات، والهدف منها الآن في هذه المرحلة نحن في الحكومة الشرعية أنها صورة من صور العرقلة لمساء السلام. وهذه رسالة للعالم كله، أنه مهما مدينا أيدينا في الحكومة الشرعية للسلام والتقارب وإبداء المرونة مع الطرف الآخر، هو يبادلنا بالجفاء ويبادلنا بالتعنت والعرقلة، ولا أدل على ذلك من بيان المبعوث الأممي قبل ساعة من هذا التوقيت إسماعيل ولد الشيخ على ذلك. هل يعني يمكن أن نعتبر مثل هذه الخطوة دكتور أحمد يعني هي الفصل الأخير من الانقلاب على المؤسسات الدستورية؟ هي بالنسبة لها ليست الخطوة الأخيرة، هم سيستمروا في خطوات متلاحقة حتى بعد الحكومة، ربما وهذا لا يستبعد أن يصدروا قرارات بتكليف محافظين في محافظات من أجل أن يثيروا فتن في المناطق وفي المحافظات التي ليست تحت أيديهم ولن يتمكنوا، ولكن هم سيواصلوا خطواتهم لعرقلة مساء السلام. ولهذا هذه رسالة للعالم، انظروا ماذا يفعلون وماذا ينول الشعب اليمني بعد هذا الدمار كله، كلما أردنا التقارب واقتربنا شبرا ابتعدوا ذراعا. نعم، البيان الرئاسي توعد بمحاسبة شركاء الانقلاب، برأيك دكتور يعني ما وجهة نظر القانون والدستور من خطوات الانقلاب وشركائه؟ القانون لا يعترف والدستور إلا بحكومة واحدة ورئيس واحد ومجلس نواب واحد فقط، وبالتالي الخروج على هذه المؤسسات الدستورية معناه من خرج عليها عرض نفسه لمخالفة الدستور، ومخالفة الدستور معناه تعريض المنقلب على هذه المؤسسات وعلى هذه المراجع القانونية للعقوبات المنصوص عليها وسيلاحقون مستقبلا. وبالتالي ما كنا نتمنى
أنه بعد المجلس السياسي الذي لم يكتب له النور ولن يكتب له النور بإذن الله لا تأتي هذه الحكومة، لكنهم قد اتفقوا مع كيري في مسقط على أنه ما في أي تطورات جديدة، ونقضوا الاتفاق حتى مع صاحب الخارطة الذي يروج لها اليوم، وحتى الحلفاء الدوليين معهم لم يفوا بالتزاماتهم لهم، فكيف يفوا بالتزاماتهم لنا كيمنيين وأخوة لهم انقلبوا علينا في 21 سبتمبر إذا حصل الانقلاب على حلفائهم الذين يعتبرون حضنا دافئا لهم؟ نعم. إذن كيف يمكن للشرعية أن تستفيد يعني من التوجه الدولي خاصة بعد بيان ولد الشيخ؟ نحن منتظرين ولد الشيخ، سيأتي هذين اليومين إلى عدن ونرى ما بجعبته، وعند ذلك الحكومة الشرعية ستقرر الرد على ما سيأتي به المبعوث الأممي من جديد. نعم. إذن دكتور أحمد، يعني هل ستظل الشرعية بموقف المتفرج؟ يعني ألن تقدم على خطوة خاصة بعد هذه الخطوة التي قامت بها ميليشيا الانقلاب؟ يعني ما الرد الذي ينبغي على الشرعية أن تقوم به يعني كخطوة لإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة بعدما هذه الخطوات الأحادية التي يقوم بها ميليشيا الانقلاب؟ إحنا معنيون بأمرين، الأمر الأول السير على الأرض وتحقيق شيء على الأرض، والأمر الآخر التعامل مع أي مبادرة سياسية وفق المرجعيات. أما أننا نبقى كلما الحوثي اتخذ قرارا انقلابيا مخالفا للدستور وللمرجعيات سنعمل بردة الفعل، هذا ليس عملا سياسيا. نحن يجب أن نمشي على الأرض وأن نحقق شيء على الأرض لم يبقى بأيديهم إلا جزء يسير، وبالتالي الشرعية وخطاب الرئيس الليلة بمناسبة 30 نوفمبر واضح أنه مسألة الحسم هو الطريق الوحيد إن لم تذعن هذه القوى الانقلابية للمرجعيات الثلاث المتفق عليها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف، عضو صياغة لجنة الدستور، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني ربما أعيد لك أحد أسئلتي للدكتور أحمد، كيف يمكن للشرعية أن تستفيد من التوجه الدولي الذي هو معها والذي انتقد أيضا تصرفات الحوثي وصالح الأخيرة بتشكيل حكومة الانقلاب؟ لا يمكن أن تستثمر الحكومة الشرعية أن تستثمر هذه الخطوة الأحادية الجانب سياسيا إلا عبر استغلال المناخ الرافض لهذه الخطوة. طبعا عندما تذهب الحكومة وتصدر تطمينات بأنها اليوم عليكم أن يعني تتأملوا ماذا عمل الحوثيون فيما تبقى الحكومة جامدة لا تحرك أي ملف، أعتقد أنه أفضل رد في هذه المرحلة هو التحرك الميداني، التحرك الميداني الذي يعيد الأرض ويقلص نفوذ الحوثيين والإنقلابيين إجمالا ويزيد من أوراق التحكم لدى السلطة الشرعية. النفاق السياسي الذي مارسته السلطة الشرعية خلال الفترة الماضية بتأثير من التحالف العربي مرفوض اليوم. القول بأن يعني أو الاعتماد على الوعود أو التسريبات الكاذبة من قبيل هناك قوات ستتحرك باتجاه تعز وهناك قوات جبارة وهناك قوات مسلحة يعني لها أول وليس لها آخر، هذا الأمر اليوم يجب أن يتوقف. هناك تحركات موضوعية عقلانية تتوخى مصلحة الوطن ومصلحة المواطن يجب أن تتخذ اليوم. الحكومة ليس أمامها أي شيء يمكن أن تؤديه. الورقة السياسية مرهونة بالمبعوث الأممي وباللاعبين الكبار بالملف اليمني، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة هذه الأيام بانتقال السلطة أو بريطانيا أو غيرها، لكن المعني بالتحركات الميدانية هو السلطة الشرعية، وعلى السلطة الشرعية أن تتحرك وأن تكون لديها من الدلائل ما يجبر التحالف العربي على الذهاب معها في عملية عسكرية شاملة لاستعادة ما تبقى من المحافظات والمدن. لا يمكن اليوم بعد كل هذه الخطوات الاستفزازية أن تبقى تعز على سبيل المثال في مرحلة الكر والفر وأن تتلقى تعز كل هذه الضربات وهذه الأحقاد الهائلة التي لا تتوقف. هناك قذائف لا تتوقف عن السقوط على الأحياء السكنية، وهناك قتلى أبرياء كل يوم يسقطون في مدينة تعز، وهناك حصار لا زال مستمرا، ومع ذلك هناك تكدس هائل للأسلحة في عدن وفي العند، وتبقى هذه الأسلحة في مكانها ولا نسمع إلا التصريحات والوعود والكلام المجاني الذي لا قيمته على أرض الواقع. الحكومة الشرعية ليس أمام
أمامها وليس لديها من ورقة يمكن أن تلعبها اليوم وقد أصبحت في مرمى الوسطاء الدوليين. اليوم أصبحت السلطة الشرعية هدف من أهداف المجتمع الدولي. اليوم التضحية بالسلطة الشرعية يعني أصبح أمرا واقعا، ولذلك لا يجب يعني لم يعد لديها ما تخشاه اليوم. لهذا عندما تتحرك ميدانيا أعتقد أنها ستكسب كثيرا وسيكون لديها فرصة للمساومة خلال المرحلة المقبلة. برأيك أستاذ ياسين لماذا تأخرت هذه الخطوة يعني تشكيل حكومة الانقلاب حتى هذا الوقت؟ يعني هناك من يقول كان يمكن أن يقوموا بها وما زال البنك في صنعاء مثلا. في نهاية المطاف اللاعبين اليمنيين هم أدوات، واللاعبين الأساسيين هم القوى الكبرى، وهناك إشارات يبدو يتلقها هؤلاء. عندما كان البنك المركزي بأيديهم كانوا يترددون عن تشكيل الحكومة، لكن عندما ذهب البنك المركزي من أيديهم قرروا يعني اتخاذ هذه الخطوة إلى المجهول. أنا أعتبر أن تشكيل حكومة في ظل هذه الظروف المزرية هو خطوة إلى المجهول، وهم يراهنون على الفراغ ويراهنون على 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 الوقت ويراهنون على على التردد الذي يغلب على أداء السلطة الشرعية حيال الملفات الحاسمة، والتردد الذي وتناقض الإرادات واختلاط الأهداف لدى قوى التحالف العربي. هم يراهنون على كل هذا، وإلا ويراهنون أيضا على ارتخاء قبضة المجتمع الدولي التي بدأت تتعاطى من خارج المرجعيات الأساسية. لا. المشكلة الكبيرة في لكن يعني ألا يعدهم يعني يخسرهم بهذا الشكل حين يقومون بتشكيل حكومة يعني وقد قفزوا على اتفاقات ربما كانت قد تخرجهم إلى بر الأمان إن تحققت مع كير، يعني وهذا ما جعل ولد الشيخ يعني يكتب يعني يصدر بيان كما تفضلت بوصفه هناك يعني فيه صدمة نوعا ما مما حدث. اتفاقات تم الحديث عنها في مسقط ثم بعد فترة وجيزة يتم تشكيل الحكومة وكأن شيئا لم يكن. أنا أعتقد أنهم الانقلابيون يتصرفون من منطق أنهم خاسرين في كل الأحوال، ولهذا هم يعتمدون على هذا النوع من خلط الأوراق. هم عندما دخلوا في 21 سبتمبر إلى صنعاء كانوا لا زالوا يحظون بتغطية دولية وإقليمية ويلعبون وفق ما هو متفق عليه، لكن التحول الهائل الذي حدث بعد دخول هؤلاء صنعاء وبعد أن تبدلت الأهداف والأجندات أعتقد أن الحوثيين كما هو المخلوع صالح أدركوا أنهم أن خصومهم أن دائرة الخصوم اتسعت بشكل كبير جدا، وأنهم لا يقون على مواجهة هؤلاء الخصوم إلا بالشعارات والانتحار. هم الآن في مرحلة الانتحار، الانتحار على المستوى العسكري والانتحار على المستوى السياسي. إذن على ماذا يراهنون؟ يراهنون على إطالة أمد الأزمة بحيث يمكن أن يحظوا في نهاية الفترة أو نهاية هذا الأمد على فرصة للنجاة، وإلا فهم منتحرون في حقيقة الأمر وهم يدركون ذلك. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ ياسين أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين. أستاذ ياسين يعني قبل الفصل كنا نتحدث عن كيف وضع الحوثيون أنفسهم في هذا الموقف وبأنهم كما تفضلت لا يوجد لديهم إلا الآن يعني إطالة أمد الحرب. نحن مرارا وتكرارا كنا نتحدث أو السلطة الشرعية تتحدث مع المجتمع الدولي أن هؤلاء لا عهد لهم ولا التزام. هل سيعي الآن ولد الشيخ بعد الاتفاقات التي دارت سرا في مسقط بأن هؤلاء لا يلتزمون بأي اتفاق، رغم أنه ربما كان اتفاق سيكون مخرج نجاة لهم؟ هو لا شك هم يتعاملون مع قوى منفلتة، لكن أعتقد أن الأجندة التي أدارت بها الإدارة أوباما المنطقة هي التي سمحت بحالة ما يمكن وصفها بحالة ارتخاء القبضة، قبضة المجتمع الدولي. نعم. وبروز هذه الحالة من النفاق السياسي والعمل من تحت الطاولة
قول شيء وعمل ضده في الآن نفسه. هناك موقف واضح من القوى الغربية وهو موقف مؤيد للمملكة العربية السعودية وللتحالف العربي ولأجندة التحالف العربي في اليمن، لكن أيضا هؤلاء يضطرون إلى تمرير أجندات مختلفة تماما تتناقض مع أهداف التحالف العربي ومع أهداف حتى مع المرجعيات التي تم الاتفاق عليها واعتمدوها بشكل جماعي، مثل قرار التشريع الدولي الصادر عن مجلس الأمن، مثل مؤتمر الحوار الوطني الذي كان محل رعاية كل هذه الأطراف، ومثل المبادرة الخليجية التي ترعاها هذه الأطراف، وهناك مجموعة تسمى سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية. وكان يعني مثيرا للاهتمام هو أنه في آخر لحظة وفي آخر عهدة أوباما وكيري في السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر هذه المبادرة وهذه الصفقة المخيبة للآمال التي نتجت عن لقاء ليلي جمع بين كيري وممثلي الحوثيين، ليظهر بعده كيري ويقول أنه هناك اتفاق بين التحالف والحوثيين يقضي بوقف إطلاق النار والتشاور حول حكومة وحدة وطنية. طبعا عندما يتم تجاهم السلطة الشرعية هذا يعني يصدر إشارات سلبية فهمها الإنقلابيون بأن اليوم العالم يريد أن يطوي صفحة هذه، ولهذا وبعد أن فقدوا البنك المركزي أرادوا أن يتخذوا خطوتهم هذه. وكان الهدف كانوا يريدون أيضا إدراج أسماء وفدهم كأعضاء في الحكومة، كان هناك خبر عن تسمية مثلا رئيس وفد الحوثي وزيرا للخارجية وأبو بكر القربي أيضا وغيره من أعضاء الوفد الذين يمثلون المؤتمر الشعبي العام كأعضاء في الحكومة، وثم يتم يعني إيفادهم إلى جولات المشاورات كممثلي لحكومة صنعاء وليس لفريق صنعاء كما هو الحال اليوم. لكن هذه الخطوة أعتقد أنها يعني فشلوا فشلا ذريعا في تمريرها، لأن المجتمع يبدو أنهم تلقوا رسائل واضحة بأنه لا يمكن أن إذا تم إدخال هؤلاء الناس أعضاء في الحكومة فلن نقبلهم كفريق مفاوض، لأن هؤلاء يمثلون فريقا سياسيا وحزبا وتنظيما وحركة ولا يمثلون حكومة، لأنه إن مثلوا حكومة فأعتقد أن قواعد اللعبة ستتغير. ولكن هناك يعني من هو من أعضاء الوفد في الحكومة كياسر العواضي؟ ياسر العوضي خلاص لن يمكن أن يذهب اليوم كعضو في الوفد أبدا، ولهذا يمكن لياسر العوضي اليوم أن يبقى في حكومة ليس لها قيمة وليس لها أي صلاحيات وليس لها ولا يمكن أن يذهب اليوم ياسر العوضي إلى أي بلد بصفته وزير خارجية، سيكون هو وزير الخارجية الوحيد في العالم الذي لا يخرج خارج البلد أبدا ولا يمارس صلاحياته بشكل كامل، اللهم إلا يمكن أن يوقع على نفقات البعثة الدبلوماسية اليمنية غير الشرعية في طهران، وهذه ربما إيران تعفيهم منها وتوفرها هي، وبالتالي ياسر العواضي اليوم يحشر في زاوية ضيقة ويؤدي دورا سيئا يعني في تاريخه السياسي القصير ينتهي هذه النهاية. لكن لا يمكن أن نرى ياسر العواضي عضوا في أي لجنة تفاوضية باسم الإنقلابيين مطلقا، وإلا لكان محمد عبد السلام وأبو بكر القربي أيضا أعضاء في هذه الحكومة الفاشلة، وأعتقد أنها حكومة كبيرة يمكن أن تستوعب الكثير من الالتزامات التي عليها. نعم، اسمح لنا أيضا أستاذ ياسين أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور أستاذ راجح. الرئاسة والحكومة أيضا الشرعية اعتبروا هذه الخطوة خطوة تشكيل الحكومة الانقلابية نصف المحادثات السلام، هل يمكن لنا أن نقول أننا أمام لحظة فارقة تتعلق بمصير محادثات السلام؟ مساء الخير، تحية لكم ولجمهور قناة بلقيس. نحن بالنسبة لنا في الحكومة يعني تحدثنا بشكل واضح وصريح منذ أن بدأنا ما يسمى مشاورات في جنيف واحد إنه نحن أمام ميليشيات لا تحترم أي اتفاق أو تلتزم بأي تسوية أو تعاقدات تتم معها، لكن تحت ضغط المجتمع الدولي ذهبنا إلى جنيف 1 وجنيف 2 وذهبنا إلى الكويت، والآن كانت هناك مسائل من قبل المبعوث الأممي ومن قبل وزير خارجية أمريكا من أجل التشاور والتفاوض حول ما يسمى بخارطة الطريق أو ما يسمى بخارطة الطريق، لكن للأسف
المجتمع الدولي لم يستمع لكلامنا عندما كنا نقول إن نحن أن هذه الميليشيات غير جادة مطلقا، هذه الميليشيات لا تعرف ولا تفهم لغة السلام. لكن تفاجأنا بالسيد كيري وبالسيد إسماعيل ولد الشيخ قبل 3 أيام يأتي من مسقط وهو يتحدث عن موافقة يعني نهائية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح لتنفيذ مبادرته أو خارطته. الآن يعني على المجتمع الدولي أن يتحدث. أنا أرحب بالبيان الصادر اليوم عن السيد إسماعيل الشيخ، هذه يعني كان واضح فيه إلى حد كبير تجاه هذه الخطوة التي قامت بها ميليشيات الحوثي وصالح. الآن نحن أمام ميليشيات لا تقف فقط أمام إرادة اليمنيين، إنما أمام إرادة المجتمع الدولي. هذه الميليشيات لا تشكل خطر فقط على اليمن، إنما تشكل خطر على المنطقة وعلى العالم. الآن يعني هذه الميليشيات تقف أمام إرادة المجتمع الدولي. خلال أقل من 48 ساعة يعني أثبتت لإسماعيل ولد الشيخ أنها لا تفي حتى يعني لا تفي حتى بأبسط الوعود مع هذا عند هذه النقطة أستاذ راجح، يعني واضح صدمة ولد الشيخ يعني حين تحدث بأن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدمها وفد الميليشيا في اجتماعهم مع كيري في مسقط. ما هي برأيك يعني أو ما موقفكم أنتم من وجود مثل هذه الالتزامات؟ بالتأكيد هم لن يقدموا أي التزام إلا إذا كان هناك أمامه وعود أو شيء بالمقابل. يعني ألا تشعرون يعني أنتم كحكومة شرعية أن هناك لعبة تدار خلف الحكومة؟ لا ليست لعبة ولا شيء. هذه الميليشيات كما عهدناها تسرف في إطلاق الوعود والتعهدات للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي، وفي الأخير تتراجع، ليست المرة الأولى إنما من قبل، لأنها أصلا لا تجد للأسف الشديد لا تجد مواقف جادة وحازمة من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل المجتمع الدولي. لذلك هي استمرأت المسألة. في كل مفاوضات كنا يعني نتشاور معهم كانوا يطلقون الوعود سواء للمبعوث الأممي أو للدول الراعية للمبادرة الخليجية ثم يتراجعون، أنهم لا يجدون جدية ولا يجدون نوع من الحزم لدى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة تجاههم. لذلك هم يعني استمرأوا المسألة وأصبحت المسألة بالنسبة لهم اعتيادية. نحن منذ أن بدأت هذه التحركات الأخيرة للسيد إسماعيل ولد الشيخ بشأن خارطتي تحدثنا معه بشكل واضح وصريح أن هذه الميليشيات كما يعني وعدتك في الكويت أنها توقع على مسودة الاتفاق أو مشروع الاتفاق الذي قدم إلينا ووقعه حينها طرف المفاوض للحكومة، وفي آخر لحظة تراجعت ميليشيات الحوثي وفد الحوثيين وصالح عن التوقيع، رغم أنهم كانوا أعطوا وعود صريحة وواضحة للمبعوث الأممي وللدول الراعية أنها ستوقع أنهم سيوقعون على تلك الاتفاقية. نعم. لكن للأسف المجتمع الدولي يعني لا أدري متى سيدرك خطورة استمرار هذه الميليشيات وهذه السياسة التي تنتهجها، رغم كل هذه الكوارث التي ارتكبتها سواء في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري. لكن هناك نقطة مهمة أحب أن أنبه لها، أنه هذه الميليشيات منذ أن خرجت من كهوف صعدة واتجهت صنع عمران وصنعاء وعدن، هي حقيقة في كل لحظة من اللحظات كانت تجيد المناورة على الأرض والتحرك العسكري على الأرض. لكن هذه المرة الأولى لم تعد هذه الميليشيات على عمل مناورات عسكرية أو التقدم في الأرض، لذلك لجأت للتصعيد السياسي. هي في كل مرة كنا نتشاور أو نتفاوض معهم كانوا يلجؤون للتصعيد من أجل إفشال أي مفاوضات أو مناورة. هذه المرة هي المرة الأولى التي يلجؤون فيها إلى التصعيد السياسي، وهذا يشير إلى أن هذه الميليشيات تمر بوضع عسكري حرج، لم يعد أمامها كثير من الأوراق العسكرية للعب بها. فلجأت لمثل هذه الأوضاع. وأنا كما قلت سابقا وأقول أنه هذه ما يسمى بالحكومة، كل الكيانات التي نتجت عن انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح، بداية باللجنة الثورية ثم المجلس السياسي ثم هذه الحكومة، وإن اختلفت المسميات لم يعترف بها أحد، وهذه ما يسمى بهذه الحكومة لن يعترف بها أحد. واليوم تابعنا موقف منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي، هو نوع من التصعيد السياسي لكن لن يهبه له أحد سواء في الداخل أو الخارج.
نعم اخيرا استاذ راجح، يعني بعد هذا التصعيد السياسي هل يعني نعتبر امام مسارات مفتوحه في الملف اليمني، خاصه بعد يعني اصرار الميليشيا باغلاق الملف السياسي من قبلهم؟ انا كما قلت يعني هذا الذي حدث بالامس من اعلان ما يسمى بالحكومه هو انقلاب على المجتمع الدولي وعلى اسماعيل ودا الشيخ وعلى جون كيري وهم المعنيين بالتحدث الان للمجتمع الدولي، لانهم اسرفوا في اطلاق الوعود للمجتمع الدولي والحديث نيابه عن ميليشيات الحوثي وصالح انهم التزموا بتنفيذ هذه المبادره. الان هناك انقلاب على هذه المساعي وعليهم ان يتحدثوا، اما نحن بالنسبه لنا فهذا الشيء بالنسبه لنا ليس جديد، يعني هذه الميليشيات نحن نتعامل معها منذ 2004 منذ الحرب الاولى ونعرف انها ان اللغه التي تجيدها هي الانقلاب على كل التفاهمات وعلى كل الاتفاقيات التي تبرم معها. الان على السيد جون كيري ان يتحدث مع الشعب الامريكي ويتحدث مع المجتمع الدولي ويتحدث معنا كيمنيين عندما اسرف في اطلاق الوعود انه يعني تلقى ضمانات ووعود حقيقيه من قبل ميليشيات الحوثي في مسقط انهم سينفذوا هذه المبادره. الان عليه ان يتحلى بنوع من الصدق والشجاعه ويتحدث للعالم ما هي الخطوه القادمه، وكذلك السيد اسماعيل. لكن السيد اسماعيل اليوم بيانه في هذا المساء كان الى حد ما يعني بيان جيد، وتحدث فيه بنوع من الوضوح ومن الشفافيه، وحمل ميليشيات الحوثي وصالح يعني مسؤولية إفشال جهود السلام التي كان بدأها إسماعيل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، وكنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني تابعت بالتأكيد البيان الرئاسي والذي كان ربما شديد اللهجة، به توعد لمحاسبة شركاء الانقلاب، إلى ماذا تستند الشرعية في قوة خطاب هذه المرة، خاصة أنه يعني جاء البيان سريعا بعد إعلان تشكيل الحكومة؟ السلطة الشرعية أعتقد أنها اليوم يجب أن تتوقف عن مجرد الحديث، لديها أوراق كثيرة يمكن أن تلعبها. صيرورة الأحداث في اليمن تمضي باتجاه إعادة تمكين السلطة الشرعية على كامل التراب الوطني، وهذه نهاية متوقعة، ولكن تتطلب طبعا إرادة قوية من جانب السلطة الشرعية وإرادة قوية أيضا من جانب التحالف العربي. يجب أن يكون هناك وضوح في الرؤية، لا يجب أن ملاحقة أكثر من هدف في معركة شائكة كهذه. هناك هدف واضح، هناك انقلاب يجب إزالته. تصفية الحسابات يكون حاليا وفي هذه المرحلة مع الانقلابيين. في هذه الحالة بيان الرئاسة بيان واقعي. نعم، الأطراف التي تستمر اليوم الذهاب بعيدا خارج الإجماع الوطني وتصطف مع الانقلابيين ستدفع الثمن السياسي نتيجة هذا الاصطفاف الخاطئ الذي يكلف اليمن الكثير ويساهم في إحداث هذا الانشقاق الهائل على المستوى الرئاسي وعلى المستوى الأفقي، على مستوى السلطة وعلى مستوى المجتمع. هذه جريمة سياسية يفترض في القوى السياسية، وهي بطبيعة الحال قوى هامشية التي اصطفت مع الحوثيين والمخلوع صالح، ولكن أيضا هذه القوى الهامشية ترتكب جريمة سياسية، وبالتالي هي خاضعة للمحاسبة بموجب القانون والدستور. وهذا في تقديري بيان واقعي، ولكن لكي ترجم على أرض الواقع على السلطة الشرعية أن تمضي قدما باتجاه استعادة الأرض وإنهاء الانقلاب بالقوى العسكرية. أعتقد أنه بدون القوى العسكرية لا يمكن أن نحقق هذه الأهداف، لا يمكن أن ننهي الانقلاب، لا يمكن أن نستعيد كامل سلطة الدولة ولا الجغرافية الدولة، ولا يمكن أن نتخلص من هذا العبء الاستراتيجي والأمن الذي تمثله ميليشيا طائفية عسكرية مسلحة مرتبطة بإيران، هذا البلد الحاقد الموتور أيضا، والذي يلعب بأكثر من ورقة في منطقتنا ويقف خلف كل هذا الخراب والفوضى التي تشهدها المنطقة العربية. كيف تعلق على ردود الفعل الشعبية ويعني تلك الخطوة؟ كان هناك ردة فعل ساخرة ربما خلال ساعات قليلة جدا من إعلان الحكومة، حتى من قبل أطراف ينتمون للميليشيا ذاتها، يعني ما الذي يحمله ذلك من دلالات؟
السبب هو أن المناصب الحكومية باتت مستباحة، وفي حالة الفرق السياسي هذه طبعا من الطبيعي جدا أن يصل أشخاص مثل حسن زيد على سبيل المثال إلى السلطة، وحسن زيد بطبيعة الحال يعني لا شخصيته ولا اهتماماته تتفق مع الحقيبة الوزارية، ولكنها يجب أن تقول لحزب الحق أو لحزب الحق كما كان يسمى. ألم يكن حسن زيد يعني رئيسا للقاء المشترك لفترة معينة؟ يعني لماذا الآن لا تصلح له حقيبة وزارية؟ يعني نحن لسنا بصدد في نهاية الأمر مناقشة. حسن زيد له كاركتر خاص الآن. دوره السياسي خلال الفترة الماضية يعني أظهر شخصية سياسية بلا موقف، يعني شخصية مراوغة، شخصية تقليدية، شخصية جاءت من جلباب الإمامة القديمة. عندما يذهب إلى منصب وزارة الشباب والرياضة أعتقد أنه أثار هذا القدر من السخرية، لكن علينا ألا نسخر كثيرا. علينا نعم، هناك يعني علينا من انتقد هذه السخرية أنه يعني هذا ما يجيده اليمنيون فيه. أنا كان في تقديري أن وجود حسن زيد وهو من تيار الإمامة في الشباب الرياضة، وهي وزارة معنية بالشباب، هذا إذا افترضنا يعني في طبيعة الحال هذه وزارة لا قيمة لها دستوريا، ولكنها ستمارس نفوذها على أرض الواقع في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين. هي معنية بشريحة الشباب. في المقابل يحيى الحوثي يتولى التربية والتعليم. وجود هذا الشخص في التربية والتعليم مهمته يعني خطيرة جدا. يعني هي تستهدف عقل وذهنية الجيل القادم من الشباب. سنرى أنفسنا أمام نسخة مكررة من المناهج الدراسية التي كانت تثير الضحك، والتي كانت تفرض على طلاب المدارس في مران مركز النفوذ وانطلاق الجماعة الحوثية. هذه المناهج سنجدها طبعا موجودة قريبا، وستجد النخبة نفسها وأبنائها ضحية هذه المناهج. المناهج هذه ستكون خطيرة جدا، ستكرس الطائفية، ستكرس الانقسام المجتمعي، ستعز يعني ستخلق حالة ثأرية تجاه ماضي ماضي هذه الأمة. ستحدث يعني تشويشا كبيرا جدا في ذهنية الناس. لهذا أنا أعتقد أنها يعني وجود هذا الشخص في التربية والتعليم هي جريمة سياسية داخل هذا الكم الهائل من الجرائم السياسية. قبل أن انتهى الوقت أستاذ ياسين، يعني في أقل من دقيقة أمام هذه التحولات والمسارات المفتوحة برأيك، إلى أن يتجه المشهد اليمني؟ يتجه إلى مزيد من التعقيد، ولكن بإزاء هذا التعقيد هناك انفراجة. أنا أعتقد أن يعني المشكلة الحقيقية كانت تكمن في ذلك التحول الدراماتيكي في الموقف الدولي، والذي جعل الحكومة ضحية عوضا أن تكون مرجعية سياسية عليا. اليوم التحول الذي حدث في صنعاء اليوم أعتقد أنه خفف الضغط على السلطة الشرعية، وربما أن هذه الخطوة التي قفز بها الانقلابيون إلى المجهول يمكن أن تفتح قوة في هذا الجدار الصلب لنطل منه على مستقبل أفضل. ولكن أعتقد هذا الجدار الصلب لا يمكن أن يحطم إلا بواسطة قذيفة مدفعية، وهذا ما ننتظره قريبا. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب المحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.